كده وعن كل ولا بمسح عشان نكسب وقت مش ثاني يعني عشان قصدي ولا ما تمنتج لما تمنتج عشان بس الحاجة اللي فيني ما تطلعش كبير يعرف الاسطول ان النت مش كتير سريع. طيب ناخد مثال على الخوارزميات اللي بنسميها خوارزميات الاختيار. خوارزميات ايه؟ الاختيار. الاولى كانت متسلسله لكن الثانيه بنسميها خوارزميات الاختيار او بنسميها سيلكشن يعني. واضح؟ سيلكشن لان انت بتصير عندك اختيار عند مكان معين ومش عارف تروح يمين ولا تروح شمال. زي لما واحد يكون رايح مشوار مثلا بتروح على الجيران وبتشوف شارع اثنين بيقف عند المفترق ومش عارف هذا شارع اثنين ولا هذا شارع اثنين. بيضطر هيك ايش يعمل؟ يسال يقول الناس في شارع اثنين وين هذا ولا هذا؟ حسب ما يحكي له الراجل بيمشي في طريق وبتجاهل الثاني. بيمشي في طريق وبتجاهل الثاني. تعالوا نشوف انا بدي احسب الان بدي اخذ من الموظف قديش مبلغ معاه او من الشخص قديش معاه مبلغ. اذا كان ركز معي في الكلام اذا كان المبلغ تجب فيه الزكاه هطلع له قيمه الزكاه. واذا كان المبلغ لا تجب فيه الزكاه هقول له هذا المبلغ لم يبلغ النصاب. مش كلامي؟ يبقى صار في عندك نقطتين. يبقى اول حاجه بدي اخربش صح ولا غلط؟ ايش الخربيش؟ بدي اقول له قيمه المبلغ للزكاه. بدي اقول مثلا لازم يكون 2000 اللي لازم يكون معاه اقل شيء 2000 دينار عشان يطلع عليهم زكاه. تمام؟ هذا واحد. اثنين نسبه الزكاة. قديش الزكاة؟ 25 في الألف. 25 في الألف. كل ألف دينار عليهم 25 دينار زكاة. واضح؟ 25 في الألف كيف تكتب؟ هي. تمام؟ هي الفاصلة طالما ألف يبقى ثلاث خانات. 100 خانتين. 10 خانة. واضح؟ طيب كيف بحسب نسبة الزكاة أو قيمة الزكاة؟ بدي نساوي المبلغ ضرب 125 في الألف. حلو كلامي؟ هذا الكلام خليه على جنب، هذا كله ايش؟ خرابيش هتلزمني. الخرابيش هذا ايش لازمني منها؟ لازمني منها حاجة مهمة، إنه عشان أحسب قيمة الزكاة بدي أول حاجة مين؟ المبلغ. وعشان أعرف إن المبلغ هذا تجب فيه الزكاة بدي أتأكد إنه قديش؟ من 2000 دينار او اكثر. يبقى هذه الحاله الثانيه اللي لازماني. ليش بقول له واحد؟ اول شيء مين بدي؟ بدي المبلغ عشان اشوف المبلغ هذا بيمشي حاله ولا بيمشيش حاله. طيب اثنين احسب قيمه الزكاه ولا استنى شويه؟ استنى. ليش استنى؟ بدي اساله هل المبلغ اكبر من 2000 ولا مش اكبر؟ صح كلامي؟ اذا هي اقول له اذا كان المبلغ اكبر من 2000 لاحظ انا في الخوارزميات ما فيهوش رموز يعني ما ينفعش في الخوارزميات تقول ايش اكبر من واصغر من ويساوي كل شيء بكتبه ايش؟ كتابه. عشان كده انا ما بدناش عايزين رموز انا هو الرموز عنده ممكن تنفع فيهم تاني. واضح؟ فكل حاجه بكتبها كتابه. إذا كان المبلغ أكبر من 2000 إيش أعمل؟ فأجي أقول له هنا 1000. إيش نسوي؟ أقول له احسب قيمة الزكاة من المعادلة. القيمة بتساوي المبلغ ضرب النسبة اللي هي قديش؟ 25%. بعدين ب اطبع القيمة. تمام؟ طيب المفترض ان في واحد منكم بيسال نفسه بس خجلان لان اول محاضره خجلان يسال. ايش بيسال نفسه؟ بيقول هو ليش الاستاذ عمل واحد اثنين بعدين عمل 1000 وباب؟ طب احنا كل شوي عايزين نعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. اشمعنى الأستاذ هالوقت عمل واحد اثنين بعدين عمل 1000 باب؟ لما نتكلم في الشروط ويكون في عندي خطوات، هذه الخطوات ما بيتمش تنفيذها الا بناء على شرط معين فبحطها انا لجوه
هي دخلتها جوا ورقبتها قيم جديد. بفهم منها اللي يقرا الخوارزميه انه الخطوه الف وباء لا يتم تنفيذها الا اذا كان الخطوه 2 صح. يعني الا اذا كان المبلغ اقل من 2000 بننفذ الف وباء. ماشي؟ اذا كان المبلغ مش 2000 بيجي بقول 3 والا. يعني اذا لم يكن المبلغ اكبر من 2000 ايش اعمل؟ تمام؟ هنا اذا كان اكبر من 2000 اذا كان صح يعني قلت له المبلغ معك اكثر من 2000 اذا قال لي اه هقول له ممتاز قيمه الزكاه احسبها من المعادله الثانيه واطلع قيمه الزكاه. اذا قال لي لا اللي هي مين هذه؟ والا. واضح؟ هذه والا. لما ناخذ البرمجه لغه البرمجه جافه والا هذه هتلاقي اسمها إلز. ايش اسمها؟ إلز. هتلاقي الا هذه اسمها اف. ها؟ مش مطلوب منك تنزل هذا بس تفهم لك عشان بعد 6 أسابيع لما نعدي في البرمجه تتذكر تقول اه حكى لي الاستاذ عنها. واضح؟ طيب والا ايش اعمل؟ اذا كان المبلغ مش اكبر من 2000 ايش بدي احسب؟ بدي احسب الزكاه؟ ايش قيمه الزكاه؟ ايش بدي اقول له؟ بدي اقطع اقول له المبلغ تمام؟ لم يصل النصاب. تمام؟ اذا والا اطبع المبلغ لم يصل النصاب. اذا في الحاله هذه لو جينا نخربش ونفهم ايش اللي صار هنا، اللي صار هنا كثير بسيط. اللي صار هنا نحن اجينا بالطريقه هذه، قرأنا منه احنا المبلغ تمام؟ وبعد ما قرأنا المبلغ عملنا هنا شرط انه يكون المبلغ اكبر من 2000 اذا كان نعم واذا كان لا. هي الطريقين، هي المفترق، هي السلكشن، هي الاختيار. بقف عند كان بساله انت اكبر من 2000؟ اذا قال لي اه بمشي بطريق، اذا قال لي لا بمشي بطريق ثاني. واضح؟ يبقى انا بقول له هنا ايش؟ اذا كان الشرط اكبر من 2000 اذا نعم بقول له اول حاجه احسب الزكاة، ثاني حاجة اطبع القيمة، إذا لا بقول له لا اطبع لم يبلغ النصاب. إذا في الحالة هذه خلينا نفترض فرض إنه المبلغ اللي دخله كان 1000 دينار. تعال نعمل تتبع للخوارزمية، تتبع يعني بدخل رقم وشوف ايش بيصير معايا. هل 1000 أكبر من 2000؟ لا. هعدي بأي طريق؟ اللي على الشمال لا، ايش حيطبع؟ المبلغ لم يبلغ النصاب. طيب لو كان المبلغ معايا 2500، هل 2500 اكبر من 2000؟ نعم، وين اروح؟ على اليمين. اذا خد بالك احيانا في اشياء لا تنفذ واشياء تنفذ، هذا في الاختيار. بينما في التسلسل قبل شويه ايش بدنا نعمل؟ كلهم كانوا يتنفذوا. كلهم كانوا يتنفذوا. ناخذ مثال تدريب على هذا بنختم. تدريب عليه بدنا نقرا من طالب توجيهي، بدنا نقرا منه درجته. قديش جايب نسبته؟ إذا كانت نسبته جايب فيها أكثر من 50% هنقول له أنت مقبول في الكلية. وإذا كانت نسبته أقل من 50% هنقول له عفوا أنت غير مقبول في الكلية. واضح؟ إذا كان أكبر من أو يساوي 50 هيكون مقبول في الكلية. إذا كان أقل من 50 هيكون غير مقبول في الكلية، يعني اطلع له أنت غير مقبول في الكلية. يلا حلو. السؤال اللي معلش كان كنا عايزين الطالب يدخل قديش جايب في توجيهي، وإحنا نحسب هل الطالب هذا يقبل في الكلية ولا لا يقبل. طب إيش شرط القبول في الكلية؟ إنه يكون جايب أكبر من أو يساوي 50. لو جايب 50% أو أكثر يقبل في الكلية في التخصص من التخصصات. فأنا بقول له أول حاجة محتاج إيش؟ واحد أدخل نسبتك في توجيه مثلا أو ثانوية عامة. هذه النسبة هنسميها نحطها إيش هنا؟ نون. فإيش بقول اثنين؟ الآن يقبل ولا لا يقبل معتمد على إيش؟ معتمد على النسبة، على شرط معين. اثنين بقول له إذا
كانت النسبة أو إذا كانت نون اللي سميناها إيش؟ إذا كانت نون أكبر من أو يساوي 50 إيش يعمل؟ أدخل جوا. طبعاً إحنا قلنا مش لازم أحط 1 2 3 ولا لازم أحط ألف باء وجيم، مجرد ما أحط أنا خطوات ورا بعض وخطوات جوا وين ما تلاقي خطوتين داخلين لجوا شوية افهم إنه هدول الخطوتين تابعين لمين؟ تابعين لشرط، مش هيتنفذوا إلا لو كان الشرط صحيح. واضح كلامي؟ طيب إذا كان أكبر منها يساوي 50 إيش يعمل؟ قل له مثلاً اطبع أنت مقبول، ممكن أقول له كمان اطبع نتمنى لك مثلاً نتمنى لك فصل موافق. إيش بقول تحليل مرة ثانية يطبع؟ قديش فيه؟ الغرض منها تفهم إن أنا ممكن أحط أكثر من خطوة مش خطوة واحدة. تمام؟ والخطوتين هذول مش هيتنفذوا إلا لو كان طالب الجيب أكبر من أو يساوي 50. طيب ثلاثة وإلا، بقولوش وإلا إذا كان أقل من 50، ليش؟ لأنها مفهومة. إذا مش أبيض أسود. إذا مش أكبر من يساوي 50 هو أقل من 50. فبرجعش أقول له إيش؟ وإلا إذا كان، وإلا بقول له هنا إيش؟ إذا عايزها جوا. تمام؟ إذا أكثر من خطوة يعني. بقول له اطبع أنت غير مقبول، اطبع جملة ثانية نتمنى مثلا لك فرصة أفضل. واضح؟ الآن هذا الكلام انتبه معي. الآن هل ممكن لطالب واحد يطلع البرنامج هذا اطبع انت مقبول نتمنى لك فصل موفق، انت غير مقبول نتمنى لك فرصة افضل؟ يا هذه يا هذه. والدليل تعال ناخذ مثال، تعال ناخذ مثال نعمل تبع للبرنامج ونعمل تريس للبرنامج ورقم الدقيقين، قول اكمل النسبة، هذه النسبة كانت مثلا 50، ناخذ ال 50 وجبة، هل ال 50 اكبر من او يساوي 50؟ صح اكبر يعني يساوي 50، اذا هيطبع انت مقبول ونتمنى لك فصل موفق، هذول هينساهم، اعملوا ايش؟ تجاهل. طيب لو دخلنا الطالب جايب 40، ال 40 اكبر من يساوي 50؟ مش هيشوف هذول الاثنين، هيطلع على مين؟ والا هيطلع مين؟ الطرف الثاني. واضحه الصوره؟ تمام؟ طيب لما تنزل على الموقع تمام على موقع على الانترنت info.dsls هتلاقي عليه المساق، في المساق هتلاقي الملف، الملف هتلاقي فيه الواجبات جوه الملف. يعني لو انت بتفتح في الباوربوينت هتلاقي في تحت في الصفحه واجب 2 مثلا اعمل كذا، واجب 3 اعمل كذا. هذه الواجبات تاخذها وبتأثر فيها بتحلها. واضح؟ وبتبعتها لي على الايميل زي ما اتفقنا. واضح الكلام؟ هتلاقي واجبات زي هيك، بقول لك مثلا اكتب خوارزميه يعمل فيها كذا، اكتب خوارزميه يعمل فيها كذا. على سبيل المثال ممكن اقول لك اكتب خوارزميه لفحص مشروعيه ملعب كره القدم، اذا كانت مساحته اكبر من كذا فهو دولي، واذا كانت اقل فهو غير دولي، وبديك المعادله. اكتب تمام؟ امور ايش؟ سهله، اي واحد بيصير معاه مشكله، اي واحد بيقدرش يتواصل تمام؟ ممكن يبعت على الايميل يقول انا مش فاهم السؤال الفلاني. يحدد لي رقم الشريحة ويحدد لي السؤال وأنا بجاوب خلال من 3 لـ4 ساعات. الإيميل هيو امدو كرة tst.bs. تروح على مركز الحشود مع الأخ عبد الهادي السلمان. واضح يا شباب؟ في حد عنده أي تساؤل؟ طبعا الواجبات آخر موعد تنسيبها متى بيكون؟ دائما يوم السبت نثبتها. اخر موعد تسليم الواجبات عبر الايميل يكون يوم السبت الساعه 6 مساء. بعد 6 مساء لا يقبل اي واجب. واضح الكلام؟ اذا نثبتها هيك. كل واجباتنا كل اسبوع
تسلم يوم السبت الساعة 6 مساء آخر موعد، يعني لو سلمتها اليوم خير وبركة، لكن آخر موعد معاك يوم السبت الساعة 6 مساء على الإيميل. واضح الكلام؟ حد عنده أي مشاكل يقدر يجي الساعة المكتبية أو يبعت لي. يعطيكم العافية.